يسعد مساكم. قالوا لنا زمان من شاب على شيء شاب عليه، وفكرتني المقولة دي أو المثل ده بزميلتي في ابتدائي اللي كانت عادي جدا تفتح الزمزمية بتاعتي وتشرب منها من غير أي استئذان. واتطور الموضوع ودلوقتي بلاقي حد بيكلمني من غير سابق معرفة، ولما أسأله جبت رقمي منين يقولي من فلان. طب انت يا عم فلان يلي اديت رقمي لفلان، هل استأذنتني قبل ما توزع رقمي على القاهرة الكبرى وضواحيها؟ طب بلاش دي، تبقى قاعد في البيت بتشرب شوية الشاي بعد الغدا وتلاقي باب الشقة تن 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 تن، تفتح تلاقي الضيف الغير منتظر من غير إحم ولا دستور. هل يا أيها الضيف الغير منتظر استأذنت قبل ما تعدي على الناس بدون معد؟ ثقافة الاستئذان موجودة في تفاصيل كتير في حياتنا. لو قعدت حضرتك أو حضرتك تعدوا كام مرة بتتعرضوا لثقافة عدم الاستئذان في حياتكم، عد معايا. الشاحن اتاخد من غير استئذان، الحاجة الساقعة بتاعتي اتاخدت من التلاجة من غير استئذان، ختمت اليوم بضيف جايلي من غير استئذان. ثقافة الاستئذان يا جماعة مش بس في انك تاخد حاجة مادية، الاستئذان كمان انك تستأذن صاحبك او قريبك قبل ما تزوره. اه والله، مش يمكن نايم مثلا او جاي تعبان او عنده زيارة او رايح لدكتور؟ يعني يا اخويا للعشم قتلك قوي كده، ما ينفعش تعدي على حد مهما كان قربك منه، ولو حتى اخوك نفسه، غير لما تستأذن. احب افكرك إن في اختراع اسمه التليفون. كان زمان التليفون الأرضي أو أبعت مرسال إن أنا جاي بعد العصر ولا بعد المغرب، دلوقتي بقى فيه الموبايل، سهل قوي تبعت رسالة حتى لو مش هتتصل وتقول والله لو فاضين النهاردة أنا هعدي عليكم شوية. الاستئذان هيخليني أفضيلك نفسي وتعامل معاك كضيف صح، أو زي ما بنقول عندنا هنا في مصر أعمل معاك الواجب وأجهز لك بقى الجاتو والحاجة الساقعة وأقعد مستنياك ومتفرغالك وأعرف أضيفك وأنا فضيالك. وحتى جوه البيت لازم نعلم ولادنا ثقافة الاستئذان. في البيت الواحد الأخ يستأذن أخوه قبل ما يلبس التيشيرت بتاعه، والأخت تستأذن أختها قبل ما تاخد شنطتها، وقبل كل ده وده يخبطوا على الباب قبل ما يدخلوا أي أوضة في البيت. المهم إن في حلقتنا دي اكتشفنا في رحلة البحث عن ثقافة الاستئذان إن فيه فئة كبيرة جدا من الناس بيتعاملوا مع الحاجات بمبدأ من خد ودة أصبح المال ماله، وتلاقي الواحد من دول بيشيل الحواجز وبياخد أي شيء منك بدون استئذان وكأنه حق مكتسب. الأكادة إن في كمان نموذج بقى وسطي كده جميل، اللي هو بعد ما ياخد الحاجة يقولك بعد إذنك أنا خدت الحاجة الفلانية. لا يا شيخ، يعني أنت كده استأذنت، أنت كده عملت سطو على حاجتي بس غلفته بشوية شياكة وعملت قال إيه إنك استأذنت. بس حضرتك مش واخد بالك إن الاستئذان قبل ما تاخد الحاجة مش بعد ما خدتها. وادي نموذج بنقابله كل يوم. لبستي يا حبيبتي؟ عايزين نلحق الاستوديو قبل ما يقفل، بكره اخر يوم للتقديم في التنسيق. ايوه يا ماما لبست، يلا يلا عشان يدوبك نلحق اهو. ده مين اللي جاي فجأة كده؟ تلاقيه محصل الكهرباء ولا الغاز يا ماما. اهلا يا اللي هنا، انا لقيت نفسي قريبة من عندكم قلت عدي نشرب القهوة سوا. تنوري، اعملي القهوة لطنط انجي يا هنا. ايه ده المسلسل الهندي هيبدا اهو، دي حلقه النهارده بيقولوا جامده قوي. ماما الاستوديو. استوديو ايه بقى يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. عزيزي او عزيزتي اللي متعرفوش يعني ايه استئذان، يا ريت نبقى محاسبين على بعض قبل ما نطب على بعض كده من غير مواعيد. مش يمكن نايم ولا جايز عندي زيارة ولا ورايا شيء ولا غيره ولا غيره. يعني حضرتك ياللي متعشم قوي انك تيجي وتبرطع في بيوت الناس واكل شارب لا إحم ولا دستور وتعطلهم عن مصالحهم، استأذن الأول. ده مش كرم أخلاق منك، ده الواجب والأصول هي اللي علمتنا كده. الغريبة إن الأساتذة دول شايفين إن هم الصح وإن أنت اللي كائن فضائي، وإن اتكلمت ولا اعترضت ولا قلت أه يا عيني ولا أه يا ليلي يقولك يا سيدي ما حصلش حاجة. ما حصلش حاجة؟ لا يا فندم، ده حصل وحصل وحصل وحصل.